انت فاكراها قضيه الوحده من بتوع الجمعيه؟ اصحي يا كمالي، دي مش مرافعه ناس في اخرها تسقف لك، ده جواز. والجواز حصل وانا خلاص بقيت مراته بالغش والكذب. ده انت ممكن توديه في 60,000 ده، وسمعتي وسط الناس واسمي اللي هيتلط والجرايد اللي ممكن تكتب ومكتبي ده اللي محدش هيعاتبه لو حكايه زي دي اتشمت، ومنظري وسط زمايلي في الجمعيه. انت عارفه يعني ايه واحده عندها قضيه وبتدافع عن حقوق المراه وفجاه تلاقي نفسها متجوزه واحد عنده 3 غيرها؟ محدش اصلا هيصدق ان انا ما كنتش عارفه. في ايه يا كمالي؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ من انت بتعملي اعتبارات لحاجات زي دي؟ دي اعتبارات انا تعبت فيها ومن حقي احافظ عليها. انت بتضحكي على نفسك ولا علينا؟ ارجوكي ما تنسيش نفسك يا ندى وما تتجاوزيش حدودك معايا. واضح انت اللي نسيتي نفسك يا كمالي. وليه ما يكونش فخ ومنصوب لك يا معلم؟ مش سكتها اللي زي كاميليا دي، لا يمكن تعمل كده الا اذا كانت بتحب. وبعدين يعني وانا شويه يا حاج تقوم غير كلامها 180 درجه في كام يوم؟ طب بذمتك انت ده كلام يخش عقل عيل صغير؟ هما مش بيقولوا الحب بيعمل المعجزات؟ هما مين اللي بيقولوا دول يا ابن الصياد؟ ده كلام ناس فاضيه واقفين في بلكونه عاليه وباصين على الدنيا من بره، مش زينا غرسوا في قلبها وقفشوا في بصرينها. انت عايز توصل ليه يابا؟ انا يا ابني مش عاوزك تبص تحت رجليك عشان ما تتكعبلش وتقع على وشك. انت مال كلامك حادف لبعيد كده؟ ما تقرب وتقول المفيد. يا ابني اللي ربنا حط في قلبه محبه وود ما ينفعش يدخل شريك، وهي لو بتحبك بصحيه كانت عملت حاجه من اتنين، يا اما اصرت على الطلاق يا اما خيرتك ما بينها وبين التانيين. انما اللي قالته ده يا ابني يخوف، يخوف قوي. عشان كده انا عاوزك تاخد بالك من نفسك قوي قوي قوي. صدق بالله يا حاج، قول لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. لو انا مدرسه انت وزاره. يا فواز يا ابني الحريم دول بحرام غويط غويط قوي، مش اي صياد يرمي الشبك يلم. لا 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 لا، دول عاوزين صبر، عاوزين طول بال وعمر ياما عشان تجيب اخرهم. ولهبة بس يا ابني هو اللي يفتكر انه قدر يفهم الحريم ولا قفش ديته. الله عليك يا صياد القلوب يا معلم. عرفت قال يا فواز ان انا سايبك تاكل عيش بمزاجي. انت كمان شايف ان انا غلطانة يا بابا؟ انا لا بقيت شايف حاجة ولا فاهم حاجة. انت عايزة توصلي ايه بالظبط يا كاميليا؟ ده أنا نفسي احترت فيكي. مش قد حرت أنا في نفسي. أنا كنت محضرة كلام كتير قوي أقوله له ومفيش غير اللي فيه، وحاسبه على الكذبة الحقيرة اللي كدبها عليا. وفجأة مش عارفة إزاي لقيت إحساسي واخدني بسكة تانية خالص، الكلام تاني. مش معقول يعني إن أنتي بتدوري على دور بطولة في حكاية وهمية؟ ولا إيه؟ عايزة تعملي زي الأفلام وتأدبيه؟ ولا بتحبيه وكل اللي بيتقال ده ستارة لحقيقة واحدة؟ إنك عايزاه؟ أنا أول مرة أشوفك بالضعف ده. صدقني يا بابا أنا نفسي مش عارفة أنا عملت كده إزاي. أول ما لقيته بيقول لي حريتك بإيدك وحنفذ لك رغبتك حسيت بالإهانة، وحسيت إن أنا تحت رحمته. واللي أنت قلته له ده رد لك كرامتك؟ مش عارفة، يمكن فرفرة أو حلاوة روح. على الأقل أنت لسه على البر، يا دوبك كتب كتابك. بس الناس ما بترحمش، وأنا ما اتعودتش على الفشل. على العموم دي حياتك وأنت حرة فيها، وأنا ما اتعودتش أفرض رأيي عليكي طول عمرك، لكن من حقي كأب إن أنا أنصحك وأقول لك
وانت من حقك انك تجربي روح المغامره، لكن مفيش حد بيغامر بحياته ويقول دي حلاوته. اتفضلي يا عروسه. فيها شفتي كمان وقف عليها ازاي امبارح؟ نهار اسود، ده ما استناش لحد ما عربيه الاسعاف تيجي تشيلها، راح لافعها على دراعات الاثنين وخارج بيها لحد العربيه مره واحده. مش عارفه يا اختي ايه اللي صابه، هل بتسي عملت له عمل ولا تكون عملت له عمل؟ لا كان في حاجه غلط، ده ركبه كانت بتخبط في بعض من الخط عليها. هو ده فوز، لما بيحب بجد ما بيشوفش قصاده، وفي غمضة عين تلاقيه بقى عجينة لينة في ايديك. كل الجبروت والهيلمان اللي انت شايفاه ده بيقلب، يبقى زي العيل الصغير اللي بيتشعبط في رقبة اللي بيحبه وماسك في ايده ومش عايز يسيبها، بيحوط عليها من كل ناحية زي ما يكون خايف ان الهوى يلمسها. يا مراري يا مراري، انا نفسي اعرف انت الحب ده كله جايبهوله منين؟ اهو ده بقى اللي ملناش ايد فيه ولا لينا سلطان عليه. رغم كل اللي بيعمله فيك يا انهار، هو العيل لما بيغلط وبيستخبى من ابوه مش بيستخبى في حجر امه؟ وفواز كده لما بيعوز يهرب من الدنيا كلها بيستخبى في حضن، وده كفايه عليا. الفكره غير الواقع خالص، مع اني كنت عامله جامده وقد أي حاجة هشوفها، كنت فاكرة نفسي قوية وحقدر أستحمل أي حاجة، بس ما عرفش إيه اللي جرالي. حتى
احكي لي يا بنتي حبيبتي ايه اللي جرالك بالظبط؟ اول ما دخلت الفيلا وشفتهم قصاد عينيا حسيت ان الدنيا كلها مغيمه، ولما ابتدوا يلفوا حواليا حسيت ان حبل المشنقه ملفوف حوالين رقبتي وكل واحده فيهم ماسكه طرف منه، وهو كان فرحان وبيرقص وانا حاسه اني بتخنق وبصرخ من غير صوت. شفتي يا كاميليا؟ شفتي اخرت عندك مع نفسك ايه؟ انا مش بعاند مع نفسي، انا بقاوم نفسي. انا حاسه ان في حاجه جوايا عايزه وقابله الحياه دي، وفي حاجه تانيه برايا رفضها تماما، وانا بالاتنين متمزعه مش عارفه اعمل ايه. يمكن عشان كده ما استحملتش كل ده ووقعت. لما دخلت عليكي لقيت فوز نايم تحت رجليكي هنا، انا كنت داخل عشان اتخانق معاه واشوفه عمل فيكي ايه، لكن لما لقيته بالوضع ده ما قدرتش اتكلم ولا كلمه ولا اقول اي حاجه غير اني اواسيه واطمنه عليكي. انا كنت كل شويه افتح عيني الاقي فواز جنبي وايده ماسكه ايدي ما سبنيش خالص، وبعد كده كنت بغمض وانام تاني غصب عني. انا لحد دلوقتي مش فاهم اللي حصل لها ده حصل ازاي. واضح انها تعرضت لضغط عصبي شديد ففضلت تقاوم لكن ما استحملتش. وهي هتفضل كتير في المستشفى دكتور؟ كام يوم بس لحد ما نطمن عليها، بس هي هتحتاج لفتره ما تبذلش فيها اي مجهود. لو في حاجه يا دكتور قول لي طمني. لا اطمن ان شاء الله خير عن اذنكم. ان شاء الله ان شاء الله تعدي على خير باذن الله. بقول لك ايه، خش لها هي عايزاك. ايوه كده، خلي الشمس تقل تاني والدفى يملى حياتي. خليني ابص لك كده عشان اقعد اقول تبارك الخلاق فيما خلق. انا دكتور قال ولا كلمه راحه بس. طب ما انا بقالي ساعه بتكلم مع بابا. طيب يبقى جه وقت الراحه، ساعه كلام وساعه راحه. انت ما نمتش من امبارح؟ قلنا بلاش كلام بقى. لا اله الا الله. طب ممكن تروح تنام وترتاح شويه عشان تعرف تشوف شغلك. يا حبيبتي انا راحتي في البصه ليكي، اقعد ابص لك كده اقول الف حمد والف شكر ليك يا رب على النعمه اللي اكرمتني بيها. ابويا وابويا عاوزني في ايه يا خالتي؟ انا لسه مقابلاه الصبح وما جابليش سيره حاجه. معرفش، انا قلت لك اللي قاله لي. طب وانا اسيب الشغل دلوقتي لمين؟ معرفش برضه، قال لك المحل مليان عمال. ابويا ده عليه حركات طول عمره كده غامض. معلش روحي له وانا هلف لفه اشتري شويه حاجات. يلا سلام. سلام. يعني ايه الكلام ده؟ امال انت بتعمل ايه هناك؟ والله ما بعرف يا حاج كيف حصل هيك. انا لما احتارت جيت لك تحل هالمشكله. امر ازاله العقار كله؟ يعني ايه؟ ليه؟ وايه المخالفه اللي في العقار؟ التصاريح يا حاج، مع ان محلات كتير هناك شغاله من غير تصاريح. احنا لما جينا نريد التصاريح قالوا لنا ما في تصاريح في هالمنطقه، وانا بعرف هالمنطقه بها ناس بتعمر بيوت وبتعمر محلات ومش الحال. والمحلات اللي جنبنا جالها امر ازاله برضه؟ محلنا الوحيد هو اللي جاله امر ازاله لحاله. دول دخلوا باللوري في واجهه المحل هدوه. دي كارثه، ده المركز الرئيسي. استغفر الله العظيم يا رب. لازم تسافر معي يا حاج عشان تحل المشكله معهم. برضه طلتك وقبولك ولسانك لوضع تاني. لا 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 لا، دي لعبه متدبره، الناس دي مش هترجع اللي هم عملوه. شغل سوق وضرب تحت الحزام، انا فاهمه كويس. بس انا معاك، انا معاك في لبنان، انا هسافر معاك وهناك يحلها المولى عز وجل. ابا يابا. في ايه يا حياه؟ انا قلت يا بنتي على طول على الحامي كده. في ايه يابا؟ خضتني.
ولا خضيتك ولا حاجه. دي احنا هتعرفي كل حاجه دلوقتي. اظهر وبان عليك الامان. ايه رايك في المفاجاه دي؟ المثل بيقول المايه بتكذب الغطاس، وان المايه وادي الغطاس. انا هسيبكم اروح المحل، اقعدوا بقى اتكلموا مع بعض براحتكم. الباب ده هيتقفل عليكم، قولوا لبعض كل اللي نفسكم فيه، بس بشرط ما تخرجوش من هنا الا لما تعرفوا بالظبط بالظبط انتوا عايزين ايه. شايف ان الحل في اللي احنا فيه ده كله مش ممكن يحصل الا اذا قعدنا مع بعض واتكلمنا. اتكلم في ايه يا علي؟ في اللي احنا وصلنا له ده. اللي احنا وصلنا له ده بسببك. ايوه بس ده لا يمنع يعني انك عارفه متاكده قد ايه قيمتك عندي. ده من ناحية دي الطمن. أنا عرفت قيمتي عندك كويس قوي. بص يا حياة، أنا هفكرك بحاجة وأنت أكيد فاكرها. افتكر كويس قوي إن أنت اللي جبتيها هنا في بيتنا وعيشتيها في وسطنا، وأنا كنت رافض. أكيد فاكرة. وبعدين أنت ما سبتلهاش البيت تعمل فيه واللي هي عاوزاه وخلاص. لا ده انت سبت لها كل اللي انت المفروض تعمليه. ورميتيني انا ورا ظهرك. ابتدت نفسك تعال على العيشه اللي احنا عايشينها. وريقك جري على عيشه الناس التانيه. ونسيتي كل الكلام اللي انت كنت بتقوله لي زمان. تفتكري يا حياة؟ لا والله. طب ما تفكر نفسك انت الاول باللي جاي تعاتبني بيه. يعني لو انا كنت غلطانه زي ما انت بتقول وعيني زاغت وريقي جري، لكن عشاني وعشانك وعشان العيال، لكن انت بقى ما فكرتش الا في نفسك. وبعدين كلنا بلاش السكة دي معايا يا علي، مش هتجيب نتيجة. ولو لسه فيك حاجة من اللي كنت مصدقها فيك زمان، يعني شوية رجولة ولا نخوة، بعتلي ورقة الطلاق يا علي بدل ما تعملها غصب عنك. وانت عارف بقى انا بنت مين واخويا مين واقدر اعمل فيك ايه كويس. بفتكر اللي عملته حقق أكبر مكاسب بحياتكم، وسوق جاهز ومستني. ولو إن بيروت ما كانتش في خطتنا، بس الضربة كانت جامدة قوي. وأهو فرش لنا دعاية ببلاش وفتح لنا السوق على الآخر. عشان تصدقوني لما قلت إنه في عندي رجال بتاكل الصخر صحيين وما بيلعبوا، وهلأ بتقدروا تفتحوا محلاتكم بعد يومين. بس بالاول بدي اسالكم، مين يا ترى قدر يهد ويدمر
أكبر محلات للسيارة. زي ما بيقولوا ضربة معلم. معدلة 20 طن للحكومة قامت بالواجب وخلت المحل على الأرض رمادا منصورة. وحبعت لكم الفيديو على الإيميل عشان تتفرجوا. أنت كمان صورته؟ صوت وصورة. وبكرة حينزل على اليوتيوب. وسلم لي على العباية يا صياد. خد الشنطة شحتها ودخلها جوا. أمرك حلو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مالك بتبص على البيت بقالها كده ليه؟ انت ما كنتيش خايفة كده أول مرة جيتي؟ لا أنا مش خايفة، أنا بس لسه تعبانة. إن شاء الله الدكتور قال أسبوع واحد راحة وهتبقي زي الفل. يا اهلا يا اهلا، نورتي بيتك يا عروس. ميرسي. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. يلا يا زينب خدي شنط العلم وطلعيهم على فوق. حاضر. انا بعد اذنك يا حاج وضبت الاوضه اللي فوق. تسلم ايدك يا نهار، كتر خيرك. وانا بتيجي الساعه يا حاج لما اوضب للعروسه اوضتها بايديا الاثنين. وبعدين دي نورت البيت، واحنا بصراحه ما لحقناش نعمل معاها الواجب. بالعكس، ما تتصوروش وجودكم معايا في المستشفى فرق معايا قد ايه. دي اقل حاجه نقدر نعملها معاكي في موقف زي ده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على سلامتك يا كمان. الله يسلمك. تطلعي ترتاحي في اوضتك شويه. اوكي تعالي يا حبيبتي انا هوصلك. امال فين سميحة؟ هتلاقي ما نزلكيش يا اختي لحد دلوقتي. ليه ان شاء الله؟ هو احنا يا اختي لازم كلنا نبقى في استقبال السفيره عزيزه؟ انا يا اختي على رايك، انا مش فاهمه الراجل ده بيفكر ازاي. بس هنعمل ايه، هي شكلها بتتصلبط واحنا لازم نصدق. اللي يلاقي الدلع وما يتدلعش يبقى اهبل. على رايك والنبي يا اختي. اسكتي يا سميحه اسكتي، انا مخنوقه قوي يا سميحه. وانا هطق من جنابي. بنت تاخدي سجاره؟ هاتي يا اختي هاتي، هو اي حاجه نفخ فيها الهم اللي حرقنا ده. تسافر فين؟ لبنان، في شغل متعطل ولازم الحق. هتغيب كتير؟ تحبي تيجي معايا؟ مش انت بتقول ان عندك شغل متعطل؟ طب ايه المشكله؟ مين هخلص الشغل اللي ورايا وانت تقضي يومين النقاهه اللي قالك عليهم الدكتور؟ انا بصراحه محتاجه ارتاح، حاسه اني تعبانه ومش حمل سفر. فاكره اليومين اللي قضيناهم في لبنان؟ خليتيني اشوف لبنان بعين تانيه خالص، كاني عمري ما شفتها قبل كده. حسيت ساعتها انه حلو الواحد يبقى عارف حاجات كتير. عشان كده انا محتاجه اعرف اكتر اللي في البيت ده. صدقيني ان شاء الله ان شاء الله هتحبيهم جدا وهتعرفيهم جدا وهيبقوا اخوات. خلي التجربه هي اللي تحكم. ماشي. طيب انا هسيبك بقى عشان ترتاحي، هخليكي في الاوضه لوحدك وانا ما انا في اوضه تانيه. ماشي، خلي بالك من نفسك بقى. السلام عليكم. عليكم السلام. بركة يا جامد، تبقى خلصت منها ومن عنطازة أهلها، وبعد الكلام اللي قالته لك ده لازم تخلص منها تماما. امسك. أخلص منها إزاي يعني؟ هتطلعها؟ قبل ما تطلق تاخد حقك تالت ومتلت. آه
حاجة لو سمحتي بتتكلموا عليها، احنا مش قلنا ما نفتحش الموضوع ده خالص؟ موضوع يا خل ما نفتحهوش، دي ناس قادرة وإيديهم طايلة وفاكرين نفسهم أسياد البشر، ولازم يعرفوا إن الله حق. حاجة ليه بس يا سماح؟ الحق الحقيقي بقى إنك ما تجيبيش سيرة الموضوع ده تماماً. قالها برد نارك. مش كفاية كلام السم اللي باخده في وشك؟ هي فاكرة نفسها مين؟ بنت بارن دينو؟ ولا هي يعني بنت ناس واحنا ولاد البلطة السودا؟ انت بطلت تاكل ليه؟ انت عايزة بعد كلامك اللي زي السم ده يجيلي نفسك؟ ايه يا اخويا؟ يعني هو الواحد ما يعرفش يتكلم معاك كلمتين؟ مش بتكلم عشانك وفي مصلحتك. مصلحتي يا سماح انك تسيبيني انام عشان عندي شغل الصبح. تنام؟ هو قال لي تنام؟ هو قال كل ما اتكلم معاك تسيبني وتنام؟ عاوز ايه يا سماح؟ عايزه حقك وحق من حبابي عينيها. صباح على خير. فستان اتعلق هنا. وكم ريحة اتغيرت على الفرش ده. يا ترى المخدة دي اتبلت بدموع هدى بس لما سابها في ليلة لوحدها ونام في حضن غيرها. يا ترى انت هتقدري تمسحي كل الدموع دي ولا المخدة لسه عطشانة لدموع تانية؟ مساء الخير. يما بسم الله الرحمن الرحيم. هي قبضة النفس دي اللي جت فجأة كده والجو غايم مش عارفة ايه اللي حصل؟ لا اله الا الله. تصدقي بفكر اقوم انام. يا لهوي على الواد وسنينه. الواد ده ما بيهمتش يا جماعة، تعبت منه بجد. قومي يا نبي يا سميحة سنديني يا اختي، مش قادرة. اختي بالراحة على نفسك، ما تزعليش روحك عشان الواد يتضايق. يا نبي يا انهار، الواد عمال يشلت. يا اختي الدنيا مغيمة كده ليه؟ وشكلها فيه امطار وصواعق ورقود. انهار، انت بتنادي يا سميحة؟ ايه؟ باين انه الراجل بتاع الانابيب جاي دلوقتي في قصاص الليالي؟ هو في ايه؟ قومي سنديني يا سميحة. قومي يا سميحة، الهواء كتم. قومي يا اختي قومي. ويكسي انا قادره اسند نفسي، ده انا عايزه حد يقومني. اصبري لما اسندك. انا انهار، انا عايزاكي لحظه واحده بس. اخص عليكي يا سميحه، انا مين ايه يا اختي اللي هينادي عليها دلوقتي؟ دي العروسه الجديده حلوه. هو انما الشريفه الصوت كان طالع من هنا فعلا حلوه. بقول لك صدقي ان انا نسيت اقول لك، السهر وحش عشانك. ما تيجي تخشي تنامي معايا؟ لا اسبقوني انتوا، انا هستنى الحاج علشان احضر له لقمه لو عايز حاجه كده ولا كده. ربنا ما يحرموش منك يا اسيله يا بنت الاصله. يلا يا سميحه والنبي قلنا الهوا كتم. يا اختي نفس والنبي نفس. الله يخربش. خير يا عروسه واموريني. انا عايزه اسالك سؤال واحد بس. ومالي يا حبيبتي؟ قولي فضفضي. اصل الحاج وانا في المستشفى قال لي عرفت منين اني متجوز. ليه يا حلوه؟ هو انت ما كنتيش تعرفي؟ لا ما كنتش اعرف، انا عرفت بعد كتب الكتاب. لا والنبي صحيح. عموما دي عادته، هو ما بيحبش حد يبص له في اللقمه. بس انا ما ردتش عليه وما ردتش اقول له مين اللي قال لي. ليه يا حبيبتي؟ هو سر؟ لا هو مش سر، بس هو كان ممكن يعمل لك مشكله. يعمل لي انا مشكله ليه ان شاء الله وانا مالي؟ هو اخوكي مش اسمه تسوقي؟ يجعلك في كل خطوه سلامه ويحميك من كل عين تشوفك ولا تصليش على النبي قادر يا كريم يا رب. عليه افضل الصلاه والسلام. خلاص بقى النهارده كلها كام يوم. يا زينب نزلي الشنط على العربيه يلا. حاضر يا حاج. ما تسيبها تليك يا حبيبي عشان تبعد عنك كل عين تبص لك، وخصوصا يا اخويا الملونه اللي النظره منها تفلق الحجر. ترجع لنا سالم غانم باذن الله. بيخلي بالك من الواد دلال. يا لهوي، ده في عينيا من جوه يا قلبي يا روحي يا عقل دليل. يا بنت هو ده وقته؟ ما بطلي سهواك يا بنت. الله، في ايه يا ميحه؟ مش جوزي بطل عليه؟ يا اختي كان زمان يما، كان زمان. خلاص تو ليت. تو ليت؟ بسم الله ما شاء الله يا نار، بسم الله ما شاء الله. ما فين العروسه؟
يا اخويا قاعده في الجنينه عماله ود 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 لوك 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 من الصبح كلت ودان صاحبتها والنعم. بقول لكم ايه، صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. انا مش عايز عوض، عايز اسافر ارجع لكم سمنه على العسل، سمنه على العسل. البنت عيانه مش حملكم، بلاش شغل الحواء بتاعكم ده. يغزي يا بيضه يغزي، والنبي انت تؤمر. دي في عينينا يا اخويا والنعم الشريف. انا مش خايف غير منك انت يا سميحه. اغصى عليك يا حاج. سميحه ده الحنيه. سميحه لا اله الا الله. لا 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 مالكش حق يا حاج، بقى تظلم ميحه. هو في فتيبه قلب ميحه ولا حنيه ميحه؟ ميحه انتوا اتفقتوا؟ ربنا يستر. تروح وترجع لنا بالسلامه يا حاج، بس سايق عليك النبي ترجع ايديك فاضيه. بلاش والنبي المجايب اللي انت بتجيلنا بيها. خلاص يا نهار خلاص جبرنا. الحمد لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الجو خلي كده بقى، اترستقت والجو خلي، ونقدر يا اختي بعون الله نطلع على جدتها البلا الازرق لحد ما تقول حقي برقبتي وتطفش. البنت دي شكلها كده قادره ومش هاممها اي حد. سايق عليكم النبي بلاش نولعها دلوقتي. يا اختي يا اختي فيها يا ست، انت مالك؟ انت نختي ولا ضمتي معاها؟ بنت يا سميحه لمي روحك بدل ما جيبت من شعرك. والنعمه الشريفه افتحك يا نهار. يا بنت هتيجي بالفتاح اللي في ايدي. بس يا ولادي وهي تاخد تمسكوا في بعض وتسيبوا المصيبه الاساسيه. انتوا اتجننتوا. حاله غريبه قوي، كل واحده فيهم ليها طعم مختلف عن التانيه، ورغم كده بيتعاملوا كانهم شخص واحد. وهو عامل معاكي ايه؟ ما قربش مني وسابني ونام في اوضه تانيه عشان ارتاح، وكان معايا في منتهى الرقه، كانه بيكفر عن ذنبه ولا خايف مني. انت ناويه على ايه يا بنتي؟ ما تريحيني بقى. طب بس عشان جاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اهلا استاذ فواز. اهلا مؤاخذه. ايه يا ندى انت مصره ولا ايه؟ ما قلت لك ان الحاج ما بيسلمش. معلش والله بنسى. ولا اتفضلي 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 يا حبيبتي. ما تقوليش باي حاجه حبيبتي، تروح وتيجي بالسلام. الله يسلمك. لو احتجتي اي حاجه اطلبيني على التليفون. اكيد هعمل كده، وبطمني عليك ان شاء الله. ان شاء الله. انت في بيتك طبعا يا اخت ندى. السلام عليكم. عليكم السلام ندى. مؤدب قوي الحاج. جرى ايه يا ندى؟ الا قولي لي بقى، انت ناويه تقعدي هنا لوحدك في وسطيهم؟ بصي يا ندى، انا عايزه اقرب منهم اكتر، عايزه افهم ازاي الست ترضى على نفسها ان الراجل اللي بتحبه يشاركها فيه ستات غيرها. انت جاي تعملي بحث هنا؟ انت اتجوزتيها كاميليا وقبلتي تكوني واحده منهم، ازاي بقى بتقولي الكلام ده؟ انت بتضحكي على نفسك. وليه ما تقوليش اني بكتشف نفسي من جديد؟ احنا بقالنا سنين بنتعامل مع مشاكل الستات من بره، عمرنا ما جربنا نحط نفسنا جوه تجربه ونشوفها على حقيقتها. فوق يا كاميليا، ده بقى جوزك. هو شايف نفسه مش غلطان وماشي حسب الشرع. اللي انا عايز اعرفه بقى، هما شايفين الحكايه ازاي وازاي متقبلين العيشه دي؟ بقولك بقى جوزك. وانا مش ناسيه ومش مستعد اخسر اكتر من اللي خسرته، بس مكسبي انه يعرف ان الست كيان ما ينفعش يتمزع اربع حتت. ازيك يا ابله حياه؟ اذنك يا حاجة. اتفضل. رضا. امور يا ست الكل. فضي المحل بسرعه. من عينيا الاثنين. لا مؤاخذه يا جماعه، احنا مضطرين نقفل المحل عشان مكنه الكاشير عطلان، واللي محتاج حاجه ضروري يروح اي محل تاني. كويس بردك ان احنا بقينا لوحدنا عشان نعرف ناخد وندي كده مع بعض في الكلام. اوعى تفتكري ان انا بتهوش بالحركات ده. هي انسي انسي، انا جايه النهارده عشان مصلحتك. مصلحتك يا حياه. يا حبيبتي
وانا بقى يا اختي مصلحتي هتبقى مع واحده زيك انتي؟ جرايه بنت، انتي نسيتي نفسك يا اختي ولا ايه؟ من غير طوله لسان انا جايه اقول لك على كلمتين تحطيهم في راسك وتدوريهم وتفهميهم كويس. طوله لسان يا حبيبتي. طب سمعيني يا اختي، اقعدي تحت رجلي زي عوايدك وسمعيني. ده كان زمان. خلينا في النهارده. بقول لك ايه يا حياة، لو عايزه سعالي جوزي يطلقك اسمعي الكلام اللي هقول لك عليه كويس جدا. بصي بقى يا اختي، لحد هنا يا حبيبتي وخلص الكلام، وانتي اللي جيتي لقضاكي بنفسك، واللي ما حصلش في المديرية هيحصل هنا، عشان اللي زيك ما يتردش عليها بالكلام. تعالي لحمك انا هعرفك. مفشتش غلي فيها، نفسي اكلها بسناني. والبيت محروس، ما ماتش عند ولا واحده فينا، راح مات في اوضه العيال. انا مش عارفه يا اختي عامله له عمل ولا عامله له عمل. ويا ترى بقى انهار عامله معاها ايه على كده؟ عامله فيها الست النظره. انا يا اختي انهار دي اللي كل بحاول افهمها لاني برضو ما فهمتش حاجه. عمرك ما هتفهميها، اصل دي على كل لون يا باتيستا ماشيه كده، عايزه تلم البرتيتا حواليها. اه تعبانه قوي يا سميح، باني قربت ولا ايه؟ يا اختي يا اختي يا دلع يا دلع، بقول لك ايه؟ ما تدوشنيش، احنا مش ناقصين. ابويا فين؟ مسافر، رايح يقابل واحد قريبه او حجه يبات بيها بره زي كل يوم. طب كويس، ما تيجوا بينا بقى نخرج نشم شويه هوا ونقعد في اي حته. هو ده يا اختي اللي عايزانا نشمه؟ ده احنا ممكن نشمه كلنا بره الفيلا بعد ما نتطلق ان شاء الله ويتخرب علينا. ما هي خربانه خربانه. ابويا مش موجود والمحروس مسافر ومش موجود ولا حد دريان بحاجه. طب وبالنسبه للقنبله اللي قاعده جنبي دي، ان شاء الله لو انفجرت في خلقتنا هنعمل ايه وهنروح بيها انهي مصيبه؟ سيبوني بقى انا مخمخ اروقكم. والله ما عايزه اوصل لحاجه، بس انا ما بدردش معاكي. يا سلام، مش باين انها دردشه، باين انه تحقيق. انت بتقولي كده ليه؟ ما انت من ساعه ما قعدتي وانت هرياني اسئله. اتجوزتيه ليه؟ بيحبك ولا لا؟ بتعملوا مع بعض ايه؟ ايه انا مش بتاعه قعد ورغي والكلام من ده. ولعلمك انا قاعده معاكي عشان حاجه واحده بس، عشان افهمك ان انا ما قلتش لاخواتي يجوا يقولوا لك، هم اللي راحوا عملوا كده من نفسهم. يا ستي انا مش ماسكاها لك زله لا سمح الله، انا بس عايزه اثبت لك اني مش جايه اذيكوا ولا جايه فرق بينكوا وبين. يا شيخه امال اتجوزتيه ليه يا اختي وانت عارفه انه على ذمته اربعه؟ واوعي تقولي لي انك ما كنتش تعرفي، لان انت اللي قايله لك بنفسك انه قال لك وخيرك، وانت اللي وافقتي وجيتي. ستي ستي نهار. ايه يا وليه في ايه؟ البنات جاهزين يلا مستنيين. طب يلا روحي وانا جايه وراك. حاضر. عن اذنك. انت رايحه فين؟ اصل البنات عايزين يشوفوا امهم. واحده من اللي دفعوا ثمن الجواز الرابعه. سلام. انهار يا دي النيله، ايه لسه ما خلصش التحقيق ولا ايه؟ هو انا ممكن اطلب منك طلب؟ اه طبعا وامري. مش في البيت، أرجوك بسرعة.